يمكنكم مشاهدة أصدقاء الجراء يومياً على ديزني جونيور، لكن الآن وقت لحظة سحرية أخرى. إنه وقت وجبة لذيذة، لكن أحدهم أخذ كل الخضروات. أيتمكن بينجو ورولي وأصدقاؤهما من معرفة من أخذها؟ كل تلك الفخاخ ولم نوقع بأخذ الخضروات. ماذا لو أنهم لم يظهروا أبداً؟ لقد ظننت أن هذا سينجح. الجميل أنني تعلمت حيلة لطيفة. انظروا. حسناً، نبدأ أولاً برمية بسيطة، ثم تدا! ألم يكن الجزر أكثر هنا؟ أخذها أحد ما من خلفنا. أخذ الخضروات موجود في الحديقة. انكشفت الخدعة أيها المخرب. مهلاً، ماذا؟ ماذا يا جراء ويا كونفوز؟ أخذة الخضروات. اسمي ليس أخذة الخضروات، بل سالي يا مغفل. سالي، بحثنا عنك طوال اليوم. عني؟ أجل، كنا نحاول الكشف عن من يأخذ خضروات باب من هنا. لقد أحزنه الأمر جدا. لم أعرف أنها لأحد. أعتذر لكم. لا بأس يا سالي، علي أن أعترف. لدى باب خضروات رائعة، اختبرت عدة أماكن وظننت أن هذا مثالي. بما أن باب يحتاج خضرواته لسلطته الشهية، فهذا غالبا ليس مكانك المثالي، لكني أعرف مكانا مثاليا لك. هيا يا سالي، أغمضي عينيك. ها هو، مرحبا بك في بيتك الجديد. حسنا، ما رأيك؟ إنه أفضل من حديقة باب. أنا أعرف، به طعام وسعة وسلام وهدوء. أنا لن أستبدله بآخر، لكن سأكون سعيداً لو شاركتني إياه. حقاً؟ أنت جاد؟ بالتأكيد أنا جاد. مرحباً بك في المتنزه يا جارتي. عندما ظهرت الأرنبة سالي في حديقة بوب الخلفية، تعرفت على أصدقاء جدد ووجدت منزلاً جديداً. واصلوا المتابعة للحظة سحرية أخرى، وسيمكنكم مشاهدة أصدقاء الجراء على ديزني جونيور.